مرحبا، معكم عبد الله الجباوي. سنتكلم في حلقة اليوم عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر التي ضمت 6 روايات لعام 2023. أولا، ما هي البوكر؟ هي الجائزة العالمية للرواية العربية، وتعد من الجوائز المرموقة على المستوى العالم العربي في مجال الأدب. أطلقت في عام 2007 في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها لندن. الجدير بالذكر أن الكاتب المصري بهاء طاهر هو أول من فاز بالجائزة عن روايته واحة الغروب عام 2008. أما القائمة القصيرة فكانت على الشكل التالي: الرواية الأولى منى، وهي للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد، والرواية هي حكاية لقوم اضطروا إلى مغادرة موطنهم الأصلي الذي أصابه الجفاف عام 1973، وتنقلوا بين لبنان والجزائر وليبيا إلى أن عادوا وشاركوا في حرب تشاد. الرواية الثانية من نصيب العراق، فهي رواية حجر السعادة للكاتب العراقي أزهر جرياس، وتتحدث الرواية عن مصور فوتوغرافي مغمور يعيش بحياة سالمة وهادئة ويتمنى أن يموت بلا ضجيج. وفي الرواية الثالثة نعود إلى المغرب العربي للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، وهي كونشيرتو كورينا إدواردو، وتحكي الرواية قصة فتاة ليبية مع عائلتها التي تنحدر من أصول يونانية وتأثير الحرب والسياسة على حياتها. الرواية الرابعة لمصر، وهي للكاتبة ميريل الطحاوي تحت عنوان أيام الشمس المشرقة. تحكي الرواية عن صعوبة المهاجرين واللاجئين في البلدان التي ذهبوا إليها وهاجروا، وبحثهم عن حياة جديدة، لكن ما الذي ينتظرهم؟ أما الرواية الخامسة، الأفق الأعلى، للكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد. عن من تتكلم الأفق الأعلى؟ بطل هذه الرواية من؟ ملك الموت. ملك الموت هو البطل في هذه الرواية، والذي يتحدث عن لسان حال أسرة مؤلفة من أب وباقي الأسرة، الأب سليمان والعائلة. الرواية السادسة والأخيرة، تغريبة القافر، للكاتب العماني زهران القاسمي. تدور أحداث الرواية في إحدى القرى العمانية البعيدة، حيث يقوم سكان قرى باستئجار قافر للمياه، أي مختفي أثر الماء، من أجل البحث عن منابع المياه الجوفية. فهل سيجدها؟ يحصل كل من المرشحين الستة على 10,000 دولار، فيما يحصل الفائز على 50,000 دولار إضافية. ومن المقرر أن يعلن عن الرواية الفائزة في حفل يقام في أبوظبي في 21 أيار 2023.